زي ما شفنا فريق جمباز والانجازات اللي عملها في بطوله الجمهوريه، عندنا انجاز مهم وانجاز بيسعدني شخصيا لما يكون في فرق في النادي الاهلي على طول ما شاء الله مستمره على المركز الاول، وهدي اعظم حاجه في النادي الاهلي ان اللاعبين واللاعبات عندنا مهتمين وفاهمين يعني ايه قيمه النادي الاهلي وفاهمين يعني ايه قيمه المركز الاول، فده بينطبق على فريق السله ناشئات او شابات في النادي الاهلي، وبنرحب بيهم كلهم، بنرحب بكابتن احمد ابراهيم المدير الفني للفريق. كابتن احمد اهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ دايما كده معانا في كل افراح ان شاء الله يعني. الف مبروك كابتن ياسمين علاء، كابتن ساسو صح؟ ساسة بس عشان بعد كابتن ساسة، ازي حضرتك؟ الحمد لله. والتوأم معانا النهارده هاجر علي وهالة علي. نبدا من عند مين؟ هالة. لا ابدا معاك انت، قولي لي ماتشات اللي لعبتها المرتبط كانت ماتشات مهمه جدا للدرجه الاولى، كنت ايه رايك؟ يعني بتعملي ايه وبتنزلوا ازاي الملعب؟ لان النقط بتاعتكم محسوبه مع الدرجه الاولى، وكنتوا من اسباب الفوز مع الدرجه الاولى سيدات. طبعا كنا لازم نركز ونكسب عشان نشيل عنهم الحمل، والحمد لله يعني حققنا ولعبنا كويس، وكله طبعا بفضل كابتن احمد كان بيشجعنا طول الوقت وبس الحمد لله. بس كده؟ هنروح بقى كابتن احمد عشان ايه؟ بس انت بلاش اسئله كتير، بس سؤال اهو. كابتن احمد اكيد مشوار كبير عشان نوصل للفوز اعداد فريق في عندنا ثلاث بطولات، منهم اول بطوله خلصت ومنهم ثلاث بطولتين. فاتكلمنا على المشوار ده الاولاني والمشوار الاهم والانجاز المهم لفريق السله. طبعا اول ما بنبدا شغلنا بنقطعه، احنا عندنا بنفهمهم ان احنا عندنا يا جماعه دلوقتي بيشتغل عشان بطوله المرتبط. بعد ما خلص المرتبط فصلنا خالص ونبدا نشتغل عشان المنطقه، بعد كده الجمهوريه. فهم اول كلامنا معاهم خالص يا جماعه بطوله المرتبط دي بالنسبه لنا احنا الحامل اللقب بقالنا سنتين. فما ينفعش الجيل ده ما ياخدش المرتبط. صح. فهي دي كانت اهم حاجه اللي هم لازم يعرفوا قيمه المرتبط، لان هو بطوله مهمه جدا. ماتشاتنا اصعب كمان، انت بتبدا بطوله بتبدا الدوري وماتشات صعبه كلها. بتقع معاك الصدف الاول فرقه هتنقلها في نهائي الجمهوريه، ممكن سبورتنج فرقه كويسه، جزيره، فانت بتبدا ماتشات جامده مش زي المنطقه بتبدا تدريجي، لكن المرتبط بتبدا ماتشاتك جامده على طول. فهي دي اللي احنا لازم نركز من الاول عشان ما نقعش يعني. كمان احنا ضغط على البنات اكتر من الدرجه الاولى، انت بتلعب قبل الدرجه الاولى بالظبط، فهي ده الضغط عليك يعني. والماتش الاولاني ده بالنسبه لنا هو عنق زجاج يعني، هو دي المشكله بالنسبه لنا. انت اول ماتش بالنسبه لك لو انت لا قدر الله ما توفقتش الدرجه الاولى هتلعب تحت بريشر، هتلعب تحت ضغط طبعا. فده كان اهم حاجه عندنا الجيم الاولاني بتعالج الكلام ده بعد بالظبط. فهم لازم يفهموا، كان هم كمان ابتدوا يفهموا بشويه شويه، ابتدوا يتحملوا المسؤوليه. كان الامور بالنسبه لنا في الاول طبعا البنات لسه، في بنات طالعه صغيره لسه معانا اول سنه مرتبط، اول سنه يلعبوا معانا. البنات دي لعبوا السنه اللي فاتت معانا مرتبط ومنطقه وجمهوريه، والحمد لله خدنا ثلاث بطولات. الصغيرين بقى كان لازم يتنقلهم دي منهم هم، انا جيت كنت بكلم معاهم لازم يا جماعه البنات الصغيره تفهم ده. احنا كل حاجه جد، وقت التمرين جد، معسكراتنا احنا بنمثل النادي الاهلي ما بنمثلش اي حاجه، لازم يعني تبقى صورتك انت لعيب في النادي الاهلي مش في اي حته تانية. فالحاجات دي التزامهم في التمرين والتزامهم في كل حاجه بيؤدي في الاخر النتيجة. الحمد لله الحمد لله. بما ان المدير الفني ليه دور، كابتن الفرقه ليه دور اكيد صح؟ كابتن ياسمين دورك اللي بتعمليه من تحت المدير الفني اكيد بتقابلي مشاكل مع البنات، اكيد ده كلام واضح جدا، بنتعاون مع بعض اكيد بتتفاعلي، اكيد انت بتحلي مشاكل ليهم، بتعملي ايه؟ الدور بتاعك موجود فين؟ ان احنا قبل الماتش او كده اي حد متوتر بيجي يقول لي، فنقعد عادي يا جماعه ده ماتش وهنكسبه ان شاء الله. بس هي بتبدا كده بنقعد مع بعض قعدات قبل الماتشات، انا كنت لعيب وكنا بنقعد مع بعض دايما ونحل مشاكلنا، يعني حل مشاكل بعض. بنقول لهم ايه؟ بنقول لهم نحمسهم ازاي؟ نقول لهم لازم نكسب عشان الفيرست تيم، نشيل الضغط من عليه وكده، وان احنا فرقه كويسه. طيب ياسمين هريحك انا في حاجه ثانيه خالص، قولي لي دايما الماتشات بتعدي صعبه، دايما في فرق بتعدي صعبه، كابتن احمد قال ان الصين فريق قوي، عندك اكيد ماتشات صعبه، ماتشات كانت معديه علينا في دوري مرتبط نفتكرها لغايه وقتنا هذا تقولي الحمد لله الماتش ده عدى. اي ماتش؟ ماتش الصيد. ماتش الصيد ليش معنى؟ يعني الفرقه الوحيده اللي في مستوانا قوي يعني، الباقي احنا ممكن نبقى اعلى منهم شويه، اما الصيد في نفس المستوى بتاعنا. فهي لا ماتش الصيد. طب جوه الماتش حسيتي ان ممكن تخسري الماتش ده؟ اول ماتش لا، ثاني ماتش كده احنا فجاه زي دروب. فهو ده بس اللي حسيت ان احنا ممكن نخسر، بس احنا جبناهم بعد كده فجاه برضو حصل دروب في الحوار فخسرنا. يعني ده الماتش الوحيد اللي دروب في الموضوع. ده الماتش الوحيد. طيب هاجر
لا اهلا بقى، مش بس انا اتلخبط فيك، انا بتلخبط فيك. قولي لي يا هلا، احساسك في الماتشات، قولي لي عندك دراسه وعندك تدريبات وعندك ماتشات وعندك ماتشات مهمه للنادي الاهلي، مظبوط؟ بتوفقي كل الكلام ده ازاي؟ يعني كان الاكتر وقت للعب وكده، لما كنت بلاقي وقت كنت بذاكر يعني، بس كان الاكتر يعني للعب الصراحه. للعب؟ انت حابه الباسكت قوي؟ اكيد. هاجر ايه؟ نفس الكلام ولا الدراسه؟ لا الباسكت، بحب الباسكت. بتحب الباسكت؟ حبكم جه من الباسكت، انتوا توأم وتلعبوا مع بعض لعبه واحده، بتتعاملوا ازاي؟ فهموني. لا هو احسن حاجه فينا ان احنا فاهمين بعض يعني في الملعب، يعني فاهمه هي عايزه ايه وبص لي كوره امتى وكده يعني. حلوه قوي، يعني بتلعبوا مع بعض وسايبين الفرقه كلها. لا بس عشان يبقى عارف بس. يعني احنا على الهوا بنقول الحقيقه صح؟ اتفضلوا. لا والله مش كده، بس عشان احنا فاهمين بعض. اكيد يعني، اكيد انا بس بهزر معاك. بس كده يعني، ببقى فاهمه هي عايزه ايه مني في الوقت دوت، بس يعني نفهم بعض. بتذاكروا مع بعض في البيت؟ يعني احكوا لنا الحياه اليوميه، انا هسيب لكم الكلام شويه. احكوا لنا حياتكم اليوميه، بتروحوا مع بعض، بتكلموا بعض في الباسكت شويه، بتقعدوا تذاكروا، يعني بتعملوا ايه؟ ايه الحياه اليوميه؟ هي فعلا كل يعني حاجه بنعملها مع بعض، يعني باسكت، مذاكره، رايحين المدرسه، بنكلم بعض، ماتش جامد انا وهي مع بعض، قاعدين في الاوضه في المعسكر، في كل حاجه مع بعض. مين كل بيتكلم حاجه مع بعض؟ هي انا. انت صح؟ مع ان انت الصغيره اللي الثانيه صح؟ ايوه. هي نزلت الاول. ايوه. طب قولي لي ايه يا هلا؟ قولي لي بتتعاملي ازاي؟ زيها بالظبط. زيها بالظبط؟ طب قولي كابتن احمد اريحه برضه شويه، لان الجنب ده حاجه غريبه. اتفضل، انا عايزك تحكي انت اللي هو الجنب ده. انا بحب اختار اللعيبه اللي هي ايه، تعرف ان هما الاثنين جايين بشنطه واحده. لا احنا بنعمل كده عشان نقعد مع بعض، بنعمل كده عشان نقعد مع بعض. جيب ده على الهوا دلوقتي، جايبين بشنطه واحده، هيضطروا يقعدوا مع بعض. هيقعدوا مع بعض خلاص. في اختياراتك للاعبات انت بتحب تختار مثلا مراكز مع بعض، ولا بتسيبهم يختاروا، ولا بحب اختار حد يعني ملتزم مع حد مش ملتزم. بحس اللعيبه كده عاجبني في صراحه، بصراحه دي مهمه جدا. انت اللعيب اللي ملتزم ده هيخلي هيكبر اللعيب اللي هو صح. لكن انت لو حطيت اثنين مع الدنيا هتبقى صعبه جدا. واحنا كمان بنسحب موبايلاتهم كمان. تمام ما شاء الله. يعني ف تبقى العمليه فيها كنترول من هنا كويس. فيها كنترول كويس. ياسمين لازم تكوني ليكي تارجت معين في اللي جاي، بنكسب صغيرين وشايفه ان الدرجه الاولى عندنا بتكسب. مين مثلك الاعلى في الدرجه الاولى؟ دينا عمر وهاله لولي. هاله مصطفى يعني. دينا عمر. دينا عمر. دينا عمر وهاله مصطفى. وهاله مصطفى. واختي اكيد برضه. انت ليكي اخت الدرجه الاولى؟ اسمها رنا علاء. رنا علاء دي ثلاثيه صح؟ كنت صح؟ شفت انا حافظ ازاي؟ طب قولي لي بتتعاملي ازاي مع رنا برضو؟ عادي يعني بنحمس بعض برضو عشان الماتشات وكده. يعني انتوا الاثنين هي انت كابتن فرقه وهي بتلعب في الدرجه الاولى، مظبوط كده؟ قولي لي التعامل ازاي؟ يعني انتوا رايحين ماتش واحد، انت عندك مرتبط وهي عندها ماتش درجه اولى. شفهاش اصلا قبل الماتش، تروح معسكرها وماتشها بيبقى متاخر فما بلحقش اشوفها. خالص. هاجر هكلمك انت برضو، انت كبيره. لا كويس. ناويه عندك، انا عارف في احتراف دلوقتي في كره السله في سيدات. انا عندنا نديم سلعوه، عندنا كذا بنت ثانيه كتيره، وهاله كده بالظبط، وهاله كانت موجوده عندنا كذا واحده. بتفكري في الكلام ده؟ اكيد طبعا يعني، بس انا بصراحه واخداها مرحله مرحله، منتخب بعد كده ان شاء الله بقى افكر في الاجمل من كده. يعني هي كده على طول؟ تمام. كابتن قول لنا اللي جاي ايه؟ عندنا اللي جاي، المشاوير اللي جايه غير المنطقه بقى، خلاص احنا خلصنا الدوري المرتبط. هنبدا نخش على منطقه القاهره. كويس. وبعديها منطقه القاهره بنبدا نعد بقى الفرقه للجمهوريه ان شاء الله. تمام. ودي ختام الموسم ان شاء الله، يعني بطوله الجمهوريه. طيب المنطقه بتقابلنا مين فرق فيها برضو؟ فرق القاهره، الجزيره، الظهور فرقه كويسه السنه دي، الجزيره فرقه كويسه، وادي دجله، اللي هي فرق منطقه القاهره كلها. يعني الحمد لله احنا بقى لنا خمس ست سنين احنا الحمد لله البطوله دي معانا على طول الحمد لله. يعني هي البطوله بناخدها فتره اعداد للجمهوريه، للي انت تشتغل بيه شغلك بقى، اللي انت بتشتغل بيه للجمهوريه ان شاء الله. طيب انا هريحك سؤال سهل اهو، قولي لنا اسماء الفرقه وهي ايه بتسلم على الهواء. ايه ده انا؟ ايوه واحده يلا بسرعه. انا عبد الهادي. ملك عماد. هور. هور عبد الظاهر. كويس. جايده خالد. ولا حسام. شاري احمد. علي شويه. مريم. شاري احمد. مريم شريف. رضوى. مش شايفه حد بعد كده. هلا هوجر. ايه ده هوجر؟ هوجر وهلا. هوجر وهلا. ها كده جانا معوض. جمانة. ملك. ملك. نوره. نوره. مش شايفه بعد كده. روني باين. شايفه. روني. ايه ده اهي. روني. بالظبط. روني. روني. ونجار. نجار. وهبه. وجانا الطويله.
طيب ما شاء الله تتويج جميل وتتويج رائع وحاجه مشرفه جدا، لكن برضو هرجع ليك يا هاله واقول لك على سؤال مهم. الطموح اهم، يعني خلصنا بطوله، الطموح اللي جاي عندك شايفها ازاي؟ حاجه كويسه يعني، شايفها حاجه هتبقى حاجه حلوه يعني، حاجه كويسه بالنسبه لنا. كابتن احمد كلنا اللاعبات بيكون ليه دايما مواقف معاك كويس، في شد وفي جذب بيحصل، فاحنا دلوقتي في وقت الراحه يعتبر. عندي مشكله معاهم دايما مع التوأم. انا يعني هترد ولا ايه؟ والله مش عارفهم فعلا يعني. ساعات اكلم هالة عن سيليا هاجر والعكس. والله وانت في الملعب كمان الموضوع ده مختلف. اه طبعا ما تبقاش عارف مين فيهم هالة ومين هاجر. طب الرقم ما انت مش بتبص مش لاحق. مش لاحق. مش لاحق. لكن مش لاحقهم. اه خلاص دي كانت دي اهم حاجه. بس هاجر مش هيبقى صعب. لا بالعكس هما الاثنين فعلا طيبين جدا. احنا جايبينهم على فكره من الشيخ زايد السنه اللي فاتت. لان هما بقالهم معانا موسمين الحمد لله، ودي تاني بطوله ليهم، تاني بطوله مرتبط ليهم. فيعني اضافه كبيره جدا للفرقه الحمد لله. الحمد لله. ياسمين ايه بقى عندك اكيد اثنين ثلاثه في الفرقه يعني مش ملتزمين، بس هما اكيد ايه يعني اللي بيهيصوا الامور، عايزه تسكتيهم قبل ماتش قبل حاجه تقولي ايه؟ اقول لهم هم ايه يعني؟ لا تقول لهم، تقولي اسمائهم وتقولي مواقف ليهم يعني. ساري مثلا. شيب ماشي مش مشكلة. لا بس عادي يعني واحدة بتهيس. لا طب اللي بقى مش معانا يبقى قولي بقى. واحدة بتهيس واحنا بنهيس كلنا يعني. هي واحدة وسط خلاص كله هاص يلا بينا. كله بس النادي قبل الماتش كده كان في فرح يوم المعسكر. كان في فرح يوم المعسكر. احنا كنا قاعدين في معسكر ميدان المشاة. اسالني عشان انا كنت بعمل كام بس فاحنا خلصنا الجيم. طبعا انا فضلت قاعد عشان اتفرج على الماتشات اللي فاتت. هم راحوا طبعا شفت بالليل فيديوهات يا حاجه مع يعني عملوا فرح. كانوا مش عايزيننا نمشي يعني. هم اصلا كان ساعتها الدنيا بتمطر، فما ينفعش يعملوا اللي هي البتاع الزفه. فدخلوا جوه ما كانش في مثلا غير 10 مثلا، فاحنا دخلنا فلقونا بقى قعدوا يقولوا لنا تعالوا ومش عارف ايه، فكله بقى دخل خلاص. بس ده كان قبل بعد الماتش يا كابتن. ما كانش بعد الماتش. بعد الماتش كابتن. دلوقتي ده بيكون ليهم برضو يعني حريه شويه. انت برضو مش هتقدر تقفل بالظبط. احنا ما عدا احنا 11 الموبايلات بتتلم، 12 كل حد في اوضته، ما حدش بقى بيتحرك خلاص يعني، كل واحد في اوضته ملتزم في اوضته. خلاص. لكن الوقت اللي هو بين بعد الماتش ده على طول بتسيب لهم بقى يعني، بتبقى ايه بيتحركوا براحتهم يعني، برضه ما تبقاش الموضوع هم كسبانين كمان فعايزين يشيلوا نفسهم. طبعا. هلا قولي لي، هسالك برضه سؤال سهل جدا اهو، قولي لي ليكي مواقف مع كابتن احمد، مره زعق معاكي، مره قفش معاكي في حاجه، حصل بينك وبينه مواقف؟ هو بيزعل كتير اصلا، بس انا بكون غلطانه. بس بتكوني غلطانه صح؟ اكيد المدرب لما بتكوني غلطانه عادي ان هو يزعق يعني، بيزعلها كلنا خلي بالك. عادي صح؟ بتحسي بايه من جواكي؟ بكون متضايقه شويه بس بكون عارفه ان انا غلطانه يعني. بتصلحي امورك على طول؟ اختك بتيجي تقول لك ايه يا هاجر؟ ما تزعليش، هو عايز مصلحتك بس. بس كده؟ تقول لها ايه؟ والله هي تركز، واكيد هو مش بيزعلها عشان حاجه يعني، اكيد عايز مصلحتها في الاول وفي الاخر كلنا فريق، فهو ما بيبقاش حاجه غلط. وكابتن احمد هو بصراحه يعني لما بيزعق بيبقى شايف حاجه احنا مش شايفينها. اكيد. خلي بالك وانا لعيب بقى، انا اقول لك الحقيقه، وانا لعيب يا كابتن، انا اقول ايه مدرب زعق زعق بقى لما كبرنا شويه طبعا عرفنا. بس هي بتقول كلام كويس يعني عجبني. هي كمان انت بتحاول تدخل تحت الضغط بتاع التمرين، لو هي رتم التمرين مش نفس رتم الجيم يبقى انت ما بتعملش حاجه. طبعا يبقى احنا لازم هم يتعودوا على دي. فاحنا بنحاول كمان نغير رتم البنات شويه. رتم البنات ابطا شويه من الاولاد، لازم هم، فهي دي اللي بتخلينا نزعق ولا نفعل، لان هم شويه انت عارف البنات يعني. طبعا بنات بنات. انت بتحاول تغير الرتم بس مش اكتر. دي حقيقه. بس بتعملوا ازاي في البيت بابا وماما؟ لا هو بص، هي بتنادي على واحده الاثنين بيجولها يعني. طب ليه مش بيعرفونا اصلا هما الاثنين برضه؟ لا هو ايه بقى بس انتوا شبابكم في اختلاف شويه ولا ايه؟ في بس هو في اختلاف. بص على الكاميرا اهي، بصوا كده الكاميرا، انتوا الاثنين اهو مع بعض صح مختلفين؟ قولي لي بقى بتعاملوا ازاي، وتقولي ايه لماما وبابا اكيد بيتعاملوا معاكم جدا جدا، تقول لهم ايه؟ ان هم يعني يستحملوا، اكيد هيبقى اخرتها يعني هتبقى حاجه كويسه وكده، وبعدين في معاناه احنا بنتعب برضه. يعني طب اقول لك ايه؟ انا هروحكم شويه عشان الاسئله عندكم صعبه شويه. هنطلع للقاء للعيبه الفريق برضه ناشئات اللي جايده خالد ترجعوا لنا تقول قالت ايه بعد الماتش، وترجعوا لنا مره ثانيه.
كنت خايفة ان احنا طبعا نخسر، ان هي بطولة مهمة، وبطولة المرتبط دي اهم بطولة، وان احنا مرتبطين بقى بالفيرست تيم، وان احنا كمان بنلعب سبورتنج يعني فرقة قوية، فرقة اسكندرية دي احسن فرقة مثلا. طبعا احنا ساسا 2003 و2002 السنة اللي فاتت اخدوا المرتبط، فاحنا لازم ناخد برضو المرتبط السنة دي عشان نبقى واخدين كل البطولة، ان احنا النادي الاهلي نادي البطولة. رجعت لنا مره ثانيه بعد جايده خالد، وهنشوف كابتن الفريق كابتن ياسمين هتقول ايه على كلام جايده خالد والامل والطموح والجماهير الكبيره اللي مستنيه الكلام ده. كابتن ياسمين، هو اكيد كلامه كله صح، واحنا فعلا المفروض الصغيرين يعني يحتووا صغيرين يعني نبقى كلنا. هي سن صغير؟ هي سن صغير واحنا كبار، هم اللي جايين عليها السنه دي. لا يعني بعملهم عادي ان هم كبار زينا، مش بنتنك عليهم بقى وكده زي ما كان بيحصل فينا. اصل احنا كان بيحصل فينا كده بس حرام مش قوي يعني. مش قوي كله انا عارف بتنك والله عادي. انا اصلا اغلبيتهم متربيه معايا من هم صغيرين عشان اخواتهم مع اخواتي، ف يعني انا بالنسبه لي عادي كلهم كانهم زي عادي. بس لازم اقول لك حاجه، احنا النادي الاهلي لازم كلنا في النادي الاهلي بيكون فرقه واحده، الكبير لازم يعلم الصغير. بقول لكل لعيبه كده في سنه زي ما كابتن احمد بيقول، انا مقتنع تماما، لكن خلينا نقول ان لازم الفرق اللي جايه تحتينا لازم معاهم يعني قيمه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي. دي حاجه مهمه جدا جدا. ارجع لك مره ثانيه، وكنت سالتك سؤال على ماما وبابا والاسره الكريمه، تقول لهم ايه؟ تقول لهم ايه وانت قاعده على الهوا وشايفينك بطله ونجمه كبيره؟ بشكرهم طبعا عشان هم تعبوا معانا قوي ولقوا حاجه يعني الحمد لله. بس لسه في كتير. لسه في كتير طبعا. لسه في كتير. كابتن احمد اولياء الامور بيتعبوا جدا. زمان واحنا بنلعب ما كان الموضوع مش بالشكل ده. لا فعلا فعلا يعني بيتعبوا زي البنات واكتر كمان يعني اكتر ناس في المنظومه. حقيقي بتبقى ولية الامر قاعده، ولية الامر قاعد من اول التمرينه، هو جاي سايق، وانت عارف الدنيا زحمه ازاي. طبعا. ويقعد يستنى التمرينات ما تخلص، وساعات بيبقى ساعات عندنا تمرينتين صبح وبالليل في بدايه الموسم. ففعلا يعني انا بشكرهم من خلال حضرتك، يعني فعلا بيعملوا مجهود زي البنات بالظبط يعني. لا مجهود كبير جدا، ودلوقتي حاجه كويسه جدا الاولياء الامور مهتمين جدا. الموضوع مختلف، لا هم عايزين ولادهم يبقوا احسن من حد، فدي حاجه كويسه جدا ودي بتساعدنا يعني. هتلاقي البنات كمان مش شغاله على نفسها في الصيف، هم بيتمرنوا لوحديهم في الفتره اللي هي بعد الموسم. فدي بتساعدنا بصراحه يعني، مش لا الناس مهتمه جدا، فدي تفرق معانا. ياسمين اكيد برضو انت عندك اختك في البيت واهتمام في الاسره في الباسكت، رحتي ليه ملعب الباسكت؟ من اخواتي برضو يعني. انا اصلا اول ما دخلت يعني كنت بلعب كده، وكابتن عمرو صابر ناداني ودخلني في فرق بقى، ومن ساعتها يعني ما دخلتش مدارس اصلا. هي دي كانت بدايتي. عشان اختك كانت بتلعب باسكت؟ اخواتي كلهم بيلعبوا باسكت كانوا. عندك اخوات بقى مين؟ واحكي لنا كده. عندي رنا وهاله. ها؟ هلا بطلت عشان ثانوية عامة، وعندي كانت دينا قبل رنا بس برضه بطلت فيها ثانوية عامة. اشمعنى ثانوية عامة؟ معرفش يعني، هم حسوا بقى ان خلاص وكده. أربع بنات؟ مفيش ولاد؟ لا. تمام، وفي اتنين بطلوا ثانوية عامة. طب انت ناوية تعملي ايه؟ لا اكيد هكمل، عشان انا اصلا فاشلة في الدراسة عادي يعني. يعني بالنسبة لي عادي يعني. بابا وماما بيعملوا معاكي ايه في البيت؟ بيتعبوا طبعا جامد قوي. معاكي؟ معايا ومع رنا، وكانوا مع هاله السنه اللي فاتت، هي هاله بطلت السنه دي يعني. تقولي ايه لماما وانت كده على الهوا؟ بصي للكاميرا اللي قدامك واتكلمي. هي الكاميرا دي. بشكرهم طبعا عشان هم تعبوا معايا قوي، وبيتعبوا معايا انا ورنا كمان دلوقتي، وطبعا شغلهم وكده. ايوه بالظبط. ايوه بس يعني بشكرهم طبعا وكده. مش عايز تقولي حاجه اكتر من كده؟ بحبها. يعني الدراسه وكل الكلام ده بالنسبه لك بيبقى فيه قلق في البيت، بالذات انتوا اربع بنات صح؟ بتتعاملوا ازاي في البيت؟ بالذات في الباسكت، انت ودينا ورانا ناس عادي بنخلص تمريننا، لو فضلنا قاعدين في النادي مستنيه تمرين اختي، فياخد مذاكره بقى اذاكر وكده يعني كده. كابتن احمد، الفرقه بتتعب حضرتك في خطه الاعداد في مرحله الاعداد، ولا في المرحله اللي هي بيقولوا فيها مرحله الخطط ومرحله الدخول الى المباريات؟ بص يعني احنا طبعا اكتر فتره متعبه اللي هي التاسيس الاول، اللي هي بتبدا تبني عليها شغلك عشان لما تتحط في موقف تقدر تبقى انت محضر ليه. فهي دي فتره متعبه جدا، اللي هي في فتره في البدايه. ازاي بتعلمهم بقى انت عايز ايه؟ عايز من الديفنس، عايز من الاوفنس، الحاجات دي هي دي اللي بناء عليها انت بتبني شغلك. تمام. فهي دي اكتر فتره بتبقى متعبه بالنسبه لي، ازاي يبداوا يتعلموا يدافعوا ويهاجموا. المهم قوي.
بالتاكيد. فهي دي الاكبر اكتر فتره بتتعب، بتبقى متعبه. بعد كده الامور دخلنا في سيستم سهل جدا، تحفظ سيستم، لكن مهمه جدا هم يبتدوا يحفظوا التفاصيل الصغيره جدا اللي في الديفنس والاوفنس. دي اهم فتره بالنسبه لي، هي فتره الاولانيه. هي نعم ضاعت مننا شويه السنه دي عشان انا كان عندي منتخب وبتاع، لكن الحمد لله لحقناها الحمد لله. يعني هم كمان وقت ما تقول لهم يلا بينا في تمرين ما حدش بيتاخر، صبح بالليل هم موجودين بصراحه يعني ما شاء الله. والجهاز كله يعني الجهاز كله كمان احنا في النادي الاهلي يعني مش عايز اقول لك، الجهاز كله متعاون جدا جدا. احنا منظومه فعلا، النادي الاهلي منظومه تنجح اي مدرب، مش تنجح لعيبه بس، تنجح اي مدرب. انت بتخش وسط ناس فعلا فاهمه هي بتعمل ايه، وفاهمه هي بتقول لك ايه، فاهمه بتوجه المدرب ازاي. خلي بالك انت ممكن تكون بتشتغل، ممكن تكون بتشتغل غلط وانت مش واخد بالك. لو اللي قاعد بره ده يعني كابتن نبيل بيجي من الساعه 4 بدايه التمرين اللي هي الايام اللي بيمشي الساعه 12 قاعد بتبص على كل الفرق من 10 لغايه درجه اولى. فلو انت شغال مع حد مش فاهم لا لا بصراحه بيوجه بيقول لك التفاصيل الصغيره اللي ممكن تعدي. فالحاجات دي بتفرق جدا، بتفرق جدا معانا كمدربين. خلي بالك احنا بنتعلم زي اللعيبه بالظبط. فانت لو وقفت عند حته انا كويس وانا يبقى انت كده مش هتقدر بالظبط، فشل من عندك. فهو ده هو ده، وبدليل انت بتلاقينا في الماتشات كلنا مع بعض، كل الجهاز هم حتى الانديه كمان الانديه اللي بتلعبنا بتلاقي كابتن هابل الف واقف، كل الناس كل واقف. فهي دي النادي الاهلي، دي حقيقه. ودي شخصيه النادي الاهلي اللي انا بقول لهم دايما لازم محافظ عليها. الفرقه بتبقى نازله اول الجيم عامله حساب النادي الاهلي والتيشيرت اللي انت لابساه، لازم انت تحط في حساباتك دي. فدي بصراحه يعني شغل في النادي الاهلي رغم اللي هو تحت ضغط وخط تحت بريشر، لكن متعه 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 ما بعدها متعه. مش عايز اقول حاجه، دي بيبقى مستمتع دي بالشغل، وكل بطوله بتخلصها وكل بطوله انت بتحضر لها. فدي في حد ذاتها يعني النادي الاهلي مدرسه فعلا. الحمد لله المدرسه هي حقيقه، هو ده النادي الاهلي وهو ده قيمه النادي الاهلي. سؤال تاني، او بصي عم اسالك اسئله سهله جدا، بتتعبي في الاحمال التدريبيه اللي هي الجري واللياقه وكده، ولا في الاعداد اللي هو الخطط مع كابتن عبد؟ نقول ليه متعب بالنسبه لك؟ الاعداد عشان انا بحب الجري وكده من زمان اصلا. ده بتحبيه؟ بحبه. لكن في الخطط وحاجات زي كده جوه الملعب بتكون حاجه بتضايقك؟ مش بتضايقني بس يعني بتعب منها اكتر من الجري والحاجات دي. طب هسمع لكم كلمه اخيره، لان هنخد لسه في نص تاني داخل معانا، ثلاث كباتن تانيين. ياسمين تقولي ايه لجمهور النادي الاهلي على البنات اللي في المرحله دي دلوقتي وهيطلعوا كمان شويه كمان سنتين تكونوا درجه اولى؟ نشكرهم اكيد، اصل هم اوريدي يعني بيدونا برضو حماس كده لما بيجوا لنا ماتش او كده، دي حاجه كويسه يعني بناخد منها الحماس. بنشكرهم. طمنيني على المرحله الجايه. ان شاء الله. بطولتين اللي جايين اخبارهم ايه؟ لا ان شاء الله ناخدهم باذن الله. وعد ان شاء الله باذن الله. هاجر تقولي لجمهور النادي الاهلي؟ بشكرهم طبعا عشان هم وقفوا جنبنا، ان شاء الله هنبقى قد سكتهم ان شاء الله باذن الله. هلا بشكرهم وبقول لهم احنا باذن الله. خليكم معانا، هنخرج لفاصل ويخش ثلاث كباتن جداد وكابتن احمد ابراهيم هيقعد معانا يكمل بقيه الحلقه لغايه ما نخلصها. فاصل ترجعوا لنا مره ثانيه. رجعوا لنا مره ثانيه بعد ما انضموا ثلاث كباتن معانا في الفقره الاخيره او الفتره الاخيره زي كده كره السله الفتره الاخيره. في الفتره الاخيره معانا كابتن رضوى علاء. مساء الخير رضوى. مساء النور. الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. ومعانا كابتن ملك عماد. بص والله ملك عماد صح كده؟ ملك عماد ومريم شريف. الف مبروك يا كابتن. الله يبارك في حضرتك. هنبدا معاك يا ملك. تقولي على الانجاز اللي حصل لفريق المرتبط ما شاء الله بقاله كذا سنه سنتين على التوالي بيكسب دوري المرتبط، اتفضلي. هو احنا طبعا السنه دي كانت مهمه بالنسبه لنا عشان احنا خدناه بقالنا السنه اللي فاتت كمان واللي قبليها. ايوه. فكنا علينا دخل احنا نكسبه، وكان طبعا في منافسه السنه دي جامده، فكنا محتاجين ان احنا نركز اكتر فتره الاعداد في الاول وكده. تمام. رضوى شايف المنافسه مع مين السنه دي؟ كان ممكن يكون سيدو سبورتنج. سيدو سبورتنج. ايه اللي بيميز فريق سيدو سبورتنج؟
هو سبورتنج عشان كان فاينل فكان لازم نكسب والفيرست تيم جامدين فلازم نريحهم. السيد عشان هو اكتر فريق قريب مننا كمستوى وكده. قولي لي قبل الماتشات المهمه بتقولوا ايه لبعض؟ بنقعد نفضل نتكلم مع بعض ان احنا كويسين وما ينفعش نخسر ماتش ويعني ما فيش حاجه صعبه ان احنا نخسرها يعني. هو ده المهم. كابتن مريم شريف صح؟ مركزك ايه؟ انا بلعب 4 و5. بتلعبي 4 و5؟ اه 4 و5 ده اللي هو من من البيفوت صح؟ طب المركز ده بيتميز بيه قولي لي. هو 4 و5 بيبقوا اطول اتنين تحت الحلقه بس 4 بيبقى اخف شويه يعني بيقدر يدخل بقى يعني بيعمل حركات اكتر. قولي لي يعني ايه التكليف او الدور ده بيتأدي بيه ايه؟ يعني الدور نفسه بيقول ايه؟ اكتر ريباوند اكتر حاجه. اكتر حاجه في الملعب. كابتن احمد ريباوند مهم في كره السله. جدا جدا اللي بيمتلك الحلقتين كده انا عارف بس على بقول الجماهير ايه؟ اللي بيمتلك السلتين دايما بنقولها كده هو اللي بيكسب. لان انت هتمتلك هتلم في الديفنس وهتجري فاست بريك هتعمل الهجمه بتاعتك مش هيبقى ليها تراي واحد في الاوفنس فلا مهمه جدا جدا. وهي مريم السوحي ما شاء الله السنه دي عامله فرق يعني بصراحه هي وروني ونور وحور عبد الظاهر بصراحه يعني لكن هي ما شاء الله عامله فرق يعني ماتش الصيد جايبه 18 بونت ما شاء الله كمل 16 بقى حاجه كده يعني مش فاكر طبعا السكاوتنج بالظبط بس هو معايا لا ما شاء الله يعني عملنا فرق السنه دي بتجري كويس بتلعب وشها لا لا ما شاء الله يعني عملنا فرق السنه دي يعني باوند حاجه مهمه جدا جدا في جدا, جدا. طب قولي لي يا ملك بتلعبي ايه؟ 2 و3. 2 و3 الدور كاتر يعني اللي هو بيجري غالبا اكتر الوقت على الفاست بريك وكده ده اهم حاجه اهم دور ليكي الجري في الفاست بريك ولا نقل في الملعب ناحيه من الملعب بتاعنا للملعب التاني؟ لا دي تبقى للواحد اكتر يعني مش اثنين للبلاي ميكر مظبوط؟ تقولي على ملك لا ملك شويطه يعني شوطر اصلا فكان بتجري كويس قوي وبتجري كويس على الفاست بريك فلا ملك لعيبه مميزه جدا ما شاء الله وعندها ثقه في نفسها يعني نزلت ماتش سبورتنج والجيم كان كريتيكال في وقت صعب جدا لا نزلت ولعبت كويس قوي لا فدي مهمه جدا اللعيب اللي بيلعب في كريتيكال ده مهم قوي هي نزلت في وقت صعب وما شاء الله يعني كانت كويسه قوي لما كابتن احمد نزلك الملعب والموضوع كريتيكال يعني موضوع يا اما بوينت ليكي او بوينت عليكي انا ما اعرفش نزلت في اي وقت بالظبط لكن خلينا نتكلم كده وانت نازله الملعب بتقولي ايه لنفسك؟ هو كان اول ماتش سبورتنج ده كان في ضغط عليه عشان الفيرست تيم وكده فكنا محتاجين نكسب. ده تاني ماتش ولا اول ماتش؟ لا ده كان اول ماتش. اول ماتش. فكنا لسه عايزين نبدا كويس عشان نبقى نخلص الموضوع من الاول يعني. تمام. كنت نازله اللي هو لا لازم نركز والماتش بتاعنا وهم مش احسن مننا واحنا لا ساعه ما نزلت في كريتيكال بوينت في التايم كريتيكال تايم ايه اللي حصل؟ في الاول كنت اللي هو متوتره بس حاول اللي هو يعني لا هلعب كويس وهدافع واحاول اعمل قد ما اقدر واكتر حاجه عشان ابقى كويسه واعرف نكسب يعني ودخلت في الجيم هايل رضوى مركزك ايه؟ 3 و4 3 و4 هم دي 4 5 3 4 كويس 3 4 ايه الدور؟ ريباوند وان انا بجري على الفاست بريك تجري برضو على الفاست بريك قول لي يا كابتن بص رضوى لعيبه باسكت يعني لعيبه كبيره عندها قراراتها دايما بتبقى صح بتعرف تفوكيلي زون لو فرقه بتلعب زون هي بتعرف تهاجم الجاب كويس قوي وبتطلع كيك اوت يعني بتعرف تشوط الناس كمان فدي لعيبه قليله جدا اللي هو بيشوف الباصه دي فهي رضوى عندها دي ما شاء الله يعني ايه تشوط الناس يعني احنا اغلب الفرق للاسف بتلعبنا زون فالزون لو حد ما بيعرفش يهاجم الجاب يعملوا عليه كولابس يروح مطلع كيك اوت على جود شوت هي دي فرضوى بتعرف تعملها كويس قوي بتعرف تعملها كويس قوي فهي ما شاء الله وهي كمان شويطه اما بتلعب 4 فهي عندها شوطه ما شاء الله يعني شوطتها كويسه قوي من الناس الشوطر اللي عندي في الفرقه فهي لا هي ما شاء الله كمان بتلعب جنب ساسا الكابتن الفرقه بتخلي ساسا بتخلي ساسا شوط كتير جدا فهي لا رضوى لعيبه كبيره ما شاء الله ما شاء الله لاعبين كبار ان شاء الله في المرحله الجايه هتكون درجه اولى قولي لي يا ملك دراسه وتدريبات وماتشات وضغط في ضغط عليكي اكيد مفيش خروج لا قليل قوي بتعملي ده ازاي؟ هو بيبقى طبعا صعب بالنسبه للتمارين وكده عشان احنا بناخد مثلا يوم اجازه في الاسبوع فبيبقى صعب عشان الدروس والمفروض ان احنا اي جي فالنظام بيبقى اصعب شويه بس بنحاول نواظب ما بينه التمارين والمذاكره ولا انا الحق يعني عشان صراحه اصحابك بيقولوا لك مش كيف مش سيبوا بقى من الطريق صح؟ عايزين نخرج وكده عايزين نخرج بتعملي ايه؟ لا يعني بحاول يعني ما بخرجش بصراحه بقعد اقول لهم عشان التمرين وعشان البطولات وكده كلهم شايفينك دلوقتي
يعني هيموتوني هيموتوك لما تخرج. لا يعني هو طبعا بيقعدوا يزنوا عليا كتير عشان اخرج معاهم وكده، بس بحاول قد ما اقدر ان انا اوصله اروح التمارين اكتر، يعني قليل قوي لو رحت مثلا خروجه مكان تمرينه. يعني بتفكسي تدريب ساعات عشان عشان خروجه؟ لا لحد دلوقتي لا. دلوقتي لا. اوعى تعملي بقى صح رضوى. لا بعد كده بعد في الوقت الفاضي. رضوى نفس الكلام. تعملي ايه مع اصحابك؟ لا ما فيش خروج خالص، هو يعتبر درس وتمرين، يعني بنواظب ما بينهم بالعافيه اصلا. بتحسي بتحسي ان انت بيقولوا لك اي خلاص يعني مش فقدوا الامل فيكي؟ هو فقدوا فعلا كل شويه. بيطلبوا الاجازه يوم الخميس كمان، يعني هم بيطلبوا الاجازه بتاعتهم يوم الخميس عشان يخرجوا. عشان الجمعه اجازه من المدارس فيصاروا براحتهم. فانا ما بديش الخميس. ديش الخميس مريم. خليها بقى في مريم. مريم والحكايه ايه؟ قال لك مفيش خميس. ايه؟ لا هو انا يعني في المدرسه انا من الناس اللي في المدرسه هم بيخرجوا بقى كتير وكده، فبقى ان انا ما بقتش بخرج كده. بتخرجوا كتير؟ يعني مثلا كنت كل خميس بخرج مع اصحابي. كويس. جت بقى موضوع التمرين وكده بقيت بخرج. اسمها كابتن احمد قفلنا الشمس صح؟ فبقى يعني كلهم مستغربين بقى ان انا ازاي ما بقتش بخرج معاهم. ليه بنوفق ازاي بين الدراسه؟ شاطره في الدراسه ولا ايه؟ شاطره؟ لو ركزت. لو ركزت. طب كويس. طب ليه ازاي بتوافق بين الدراسه والتدريبات وكل حاجه؟ هو يعني اللي عايز يبقى كويس في حاجه خلاص، يعني بقى مثلا بقى نفسه سكادجول مثلا ان دلوقتي مثلا هذاكر وبعدين بقى وقت التمرين مثلا وانا مروحه اذاكر في الطريق كده. بتذاكري في الطريق؟ ساعات. مين بيوصل، ماما ولا بابا؟ مامتي اكتر الوقت. ماما هي اللي شايله. ماما مسافر بقى. بابا مسافر؟ يا ماما شايله كل حاجه. تمام. طب قولي لي اخواتنا مين؟ عندي اخ اسمه احمد. باسكت ولا كان بيلعب باسكت بقى بقى ساب بلاي ستيشن بقى. بلاي ستيشن؟ بلاش بلاش فيها بلاي ستيشن خالص دي. طب قولي لي تقولي ايه لماما؟ يعني خلاص كبرنا وبقيت كبيره وان شاء الله بقولك سنه سنتين تكونوا كلكم درجه اولى، تقولي لها ايه؟ اشكرها هي وبابايا طبعا يعني اكيد اكيد ان انا يعني ما كنتش هبقى هنا يعني لو هي ما كانتش يعني دايما ورايا يعني يعني هي ليها الفضل يعني. ليها الفضل اكيد 100%. لكن قولي لي بقى لما تروحي عامله جيم وحش واتفرجت عليكي بتعمل معاكي ايه؟ لا ما بحاولش اتكلم معاها اصلا عشان ما تقوليش حاجه وحشه بقى. تقفش. صح؟ تقفش عليكي. كابتن احمد قفش اولياء الامور من الاخر على اللاعبات دول، حاجه كويسه ولا حاجه ولا تقول لهم ايه؟ خيرات لما يخش البيت ساعات بتبقى اولياء امر ساعات بيفكر في الباسكت بس، يعني بيفكر اللي مجرد ما ابنه جاب باسكت فهو ده لاعب كويس. كويس. ملوش علاقه بقى دافع كويس ما دافعش كويس. ما انت ساعات توتال بقى اللعب زي ما هاجم ممكن يكون دافع كويس. لو في لعيب بقى بتدافع كويس جدا ممكن ما تكونش متوفقه في الاوفنس، بس احنا سايبينها عشان بتدافع كويس. لو يكون يعني يكون عامل جود جيم كمان في الديفنس فانت محتاج له جدا، فمش مش مش لازم اللي هو بيجيب باسكت اللي هو يكون كويس. فهي دي المفهوم عند اولياء الامور. تقول لهم ايه بعد بص ان شاء الله كل ماتشاتك مكسب وكل حاجه، لكن تقول لهم ايه في الوقت اللي هو بيكون فيه البنت ما بتلعبش كويس؟ تقول لهم ايه؟ لازم يكونوا هم كمان بقى يعني بالراحه شويه يعني يشوفوهم. هي كمان هي البنت كمان بتبقى مضغوطه. هي حاسه ان هي لعبت وحش. يعني مريم لما جيت في جيم قالت لي، قلت لها مريم ايه الاخبار؟ قالت لي زي الزفت باللفظ. لعب وحش. هي حاسه اللعيبه بتحس بنفسها جدا، حاسه اللعيبه بيحس بنفسه طبعا. فانت كمان انت كمان ولي الامر هيجي بقى تقول له انت متخصم وبتاع، بيبقى عقاب شويه صعب شويه شديد. خاصه اللعيب محتاج ثقته ترجع له تاني في نفسه. بكلمه بصراحه تقول لهم يعملوا يتعاملوا ازاي مع الموقف ده؟ خالص اتكلم معاه، دي جيم وعدى وفكر في اللي جاي. لازم تفكر في اللي جاي. خلي بالك احنا كل حاجه بتحصل لنا وحشه اكيد بنتعلم منها عشان نعمل حاجه كويسه. دايما انا بقول لهم كده. احنا السنه اللي فاتت في فاينل الجمهوريه لعبنا الغابه، والغابه كانت بعيده عننا، عملنا ماتش وحش قوي. رحت جامع الفرقه في الاوتيل قلت لهم هو ده ماتش جمهوريه، الماتش ده اللي هيدخلنا في البطوله. ابتدوا يحسوا ان الدنيا صعبه، خدنا البطوله من بعد ماتش الغابه. خلاص. فهي اي حاجه بتحصل لك وحشه اكيد في حاجه كويسه هتعملها. فانت لو وقفت عند الحاجه الوحشه دي خلاص خلص الدنيا خلصت، فلازم نتعلم. بس اتعلم من الغلط بتاعي. تمام. انا كمدرب انا جيت بعد ماتش الصعيد السنه دي قلت لهم انا اخطات في حاجه وهي دي ما شاء الله عليك. وبعد الجيم على طول ما استنيتش اما اروح، وكابتن نبيل كان بيقول لي اعمل كذا، بس انا خدت قرار خلاص، خدت قرار انتهى الموضوع. انا غلطت انتهى الموضوع بالظبط. فكنت لازم اكون انا غلطت يا جماعه واعترفت بغلط. هقول لك على حاجه، كان عندنا كابتن جواد شمس رحمه الله عليه، يعني ده كان نجم كبير في التدريب رحمه الله عليه، بيقول للعيبه لو لعيب عمل غلط دافع على الغلط ده خلاص. يعني كمل الموضوع بالظبط بالظبط لغايه ما الهجمه تخلص وبعد كده. احنا لو احنا جايين انا ضيعت باسكت وفضلت اعاتب نفسي واقول ما انا رايح دافع
من اللي هدافع؟ من اللي هجل؟ صح. فلازم لازم خلاص افصل يعدي. افصل بالعكس عوض دي في الدفاع نجيبها بالظبط. لكن انا هقف عند خساره واقول لا انا كده الدنيا بالنسبه لي وقفت. بالعكس الدنيا ما بتقفش طول ما انت بتحاول وبتجتهد وبتاع ربنا بيكرمك اكيد. وانا بقول لهم دي دايما بقول لهم دايما احنا فرقه النادي الاهلي فرقه بطوله وبنلعب على الثلاث بطولات وانتوا عندكم المقدره دي. دليل هم دخل منهم كام 10 لعيبه منتخب ما شاء الله فعدد كبير ما شاء الله ولسه هو كمان هو ده الامل ولسه كمان ولسه كمان يعني. تمام ملك لما بنلعب اللعبه دي اكيد بيكون لنا طموح وعندنا مثل اعلى. لما تفرج على فرقه البنات كده الدرجه الاولى او سيد الدرجه الاولى مين ماسك الاعلى فيهم؟ سوريا وساره مغربي وهاله لولي. وهاله هاله هاله مصطفى صح؟ هاله مصطفى هاله متميزه ما شاء الله عليها. هي رجل هاله وسوريا برضه هاله نفس الكلام. ايه مريم في نادين السلقاوي نادين السلقاوي وهالة برضه وديتين الاحتراف نادين السلقاوي بس هالة بتلعب برضه في الاهلي زمان. انا عارف طبعا انا عارفها كابتن نادين بس هي ما دام رحت لنادين هروح الاحتراف. تقولي لي يعني الاحتراف عايزه تطلعي الاحتراف ده عايزه تروحي التجربه دي اي واحده فيكم اتفضلي. هو اي حد نفسه اكيد يحترف يعني بس مش عارفه انا ما بحبش اني اطلع بره مصر يعني. ليه مش عارفه يعني بحس كده الجو في مصر مختلف كده مع عيلتك بقى وكده يعني. مع العيله لكن مش قادره تطلعي لوحدك توت رضوى ها قولي لي. لا اكيد نفسي احترف يعني الباسكت بره يعني غير مصر وكده. ما هتروحي وهتقعدي لوحدك وبابايا برده ومامتي بيشجعوني على الموضوع ده فما ما شاء الله مش اي مشكله. ناويه تمشي في السكه دي لو جت طبعا لو جت ان شاء الله. بس هي فرصك بتاخد اعتقد ان انت هو اللعيب بيعمل نفسه فرصه طبعا سكور الشيب مظبوط لما بيلعب منتخب شكله كويس بيجي له طبعا فرصه بيسافر زي نادين كده ما شاء الله سافرت وما شاء الله دلوقتي ماشي كويس قوي وخدت هدافه تقريبا عدت 1000 بونت في دوري الجامعات ما شاء الله حاجه تفرح. انا اتمرنت نادين وبقول لهم دايما كده نادين بتنزل التمرين اكنها اول مره تمرن كل سنه اكنها اول مره تمرن باسكت عندها شغف غير طبيعي اللي هي بتمرن مع مين بقى واقف انا واقف خالص. هي بتمرن كويس هي هي جايه تستمتع بالظبط الاستمتاع باللعبه دي حاجه مهمه طبعا بحس اللعيبه قفشه وهي بتلعب في الملعب. لا يعني ده ممكن يكون حاجه بره بقى يعني عشان المفروض اللي بيلعب اللعبه باسكت يكون بيحبها وعايز يلعب عشان يبقى رياضه صفه عامه او عامه. لكن لو حاجه مضايقاه يبقى ممكن بقى حاجه بره فبيفكر فيها وكده فمش عارف يركز ده اللي ممكن يضايقه يعني. بس لازم اللعيب ينزل الملعب يكون مركز جوه ارض الملعب ينسى اي حاجه ويركز عشان يعرف يلعب كويس ويأدي في الملعب. رضوى قولي لي المرحله اللي جايه عندنا بطولتين والامل مبدي خلاص يعني المكسب السنتين احنا كده جمهور الاهلي طماعين مكسب على طول. البطولتين الجايين تقولي عليهم ايه؟ يعني هو ممكن يكون المنطقه اسهل شويه من الجمهوريه فاحنا هننسى ان احنا خدنا بطوله مرتبط وكل بطوله بنخلصها بننسى ان احنا خدناها وبنركز في اللي بعديها عشان هي الاهم. فاحنا دلوقتي بنجهز لبطوله المنطقه وان شاء الله نخلصها ونركز على الجمهوريه بقى باذن الله. والجمهوريه مريم ايه اصعب؟ ليه؟ عشان فيها بقى اللي هو ناس اللي هم منافسين بتوعنا بقى اللي هم الاقوياء اللي هم قريبين من مستوانا فاحنا مثلا يعني عايزين نركز اكتر فيهم. بس احنا الحمد لله كسبانين سنتين كسبانين وخلاص دوري المرتبط برضه معانا صح كابتن احمد؟ الحمد لله مفيش مش عايز اقول مفيش تنافس بس يعني هو في تنافس بس احنا ان شاء الله احسن ان شاء الله بالظبط. مالك اخر كلمه تقولي ايه للبنات لفرقتك عن المرحله اللي جايه؟ المهم ان احنا نركز كويس قوي عشان المنطقه والجمهوريه برده مهمين زي المرتبط فمحتاجين ان احنا نركز عشان نبقى احسن وفرق كمان ما تبقاش سهله وهيبقى كله عامه بيجي يشد فجاه مع الاهلي بيلعبوا احسن فالمفروض بقى ان احنا نكسبهم بسهوله بقى وكده. تمام كابتن احمد كلمات سريعه قبل ما نختم لي عن لجمهور النادي الاهلي اللي منتظر البنات يطلعوا للمرحله الاكبر. انا قبل بس ما اتكلم عن الجمهور احب اشكر المنظومه اللي بتنجح البنات دي يعني في عوامل بالظبط نخش على الجهاز معايا ناس بصراحه يعني هي دي الناس اللي بتحب البنات وهي فعلا بتشتغل معاهم بحب. طب نقول اساميهم دكتور معايا دكتور ايه احمد ودي دكتوره ودكتور ايه سمير برضو ساعدتنا كتير جدا فتره وكابتن مي وحيد اداريه ودكتور ياسر بدني دول الجهاز وكابتن نبيل بخيت طبعا رئيس جهاز كويس. وبحب اشكر كابتن نبيل الفي سقطوا فينا 3 سنين اهو من ساعه ما تولى ما شاء الله فانا بحب اشكر الناس دي كلها هي الناس دي اللي جابتنا هنا دلوقتي تعبهم معانا فبحب اشكرهم من خلال قناه الاهلي. تمام لكن بالنسبه للجماهير طبعا انا يعني طبعا احنا يعني مش طمعين هو حق مشروع للنادي الاهلي اللي هو بيلعب على كل البطولات واحنا ان شاء الله هنفايت في كل البطولات اللي هنخشها ان شاء الله ان شاء الله يعني. كابتن احمد
بنشكر شكرا جزيلا كنت معانا النهارده فخور جدا جدا كابتن رضوى كابتن ملك كابتن مريم بنشكركم. وفي اخر الحلقه بنقول الف مبروك لجهاز السله كله سيدات ما شاء الله بطولات وان شاء الله في المرحله اللي جايه في بطولات تانية مستنيينهم وهنتابعهم في كل الاوقات يا رب ان شاء الله موسم جميل للنادي الاهلي موسم مليء بالبطولات في كل الالعاب الرياضيه باذن الله. في اخر الحلقه بشكركم والى اللقاء.